يقع كثير من الناس في مشكلة الحصول على فوائد ربوية أو أموال عن طريق الربا، يرجع ذلك لعدم معرفة أن المعاملة التي يقومون بها تحتوي على الربا، أو لجهلهم بتحريم الربا، أو غيره من الأسباب الأخرى. لذا نحاول في هذا اللقاء أن نجيب عن سؤال يطرح كثيرا، وهو كيف نتخلص من الفوائد الربوية؟ فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. الربا من أكبر المحرمات، وقد قامت الأدلة الصريحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع على تحريم الربا. والأصل أنه يحرم على المسلم أن يتعامل بالربا ابتداء إلا عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. فإذا حصل ووقع الإنسان في الربا، فما هو التصرف الصحيح في هذا المال حتى يطهره ويتخلص مما أصابه من ربا؟ هل ينفق هذا المال على نفسه وعياله وفي شؤونه الخاصة، أم يترك هذا المال للبنك أو المصدر الذي تحصل منه على الأموال الربوية؟ أم هل يأخذ هذا المال ويتلفه ليتخلص منه، أم يأخذه ويصرفه في مصارف الخير المختلفة للفقراء والمساكين والمؤسسات الخيرية، أم ماذا يفعل؟ الاختيار الأول، وهو أن يأخذ هذا المال الحرام وينفقه على نفسه وعياله وشؤونه الخاصة، فهذا لا شك أمر محرم شرعا بنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه إن أخذه وأنفقه على نفسه وعياله يكون قد استحل الربا المحرم، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، ولقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وأما الاختيار الثاني الذي مفاده أن تترك الفائدة للبنوك أو مصدر الربا، فقد يعتبره بعض الناس من باب التقوى وموافقة حكم الشرع، لكن من له أدنى معرفة بنظام البنوك الأوروبية والأمريكية واستعمالها لهذه الفوائد في الإضرار بالإسلام والمسلمين لا يشك في تحريم إبقاء الفوائد للبنوك الربوية. وقد صدر ذلك عن أكثر من مجمع فقهي، وخصوصا مؤتمر المصارف الإسلامية الثاني الذي انعقد في الكويت. وقد ذكر أحد علماء الهند المعاصرين، وهو القاضي محمد تقي العثماني، أن تلك الفوائد التي كان المسلمون يتركونها للبنوك الربوية في الهند كانت تصرف على بناء الكنائس وعلى إرساليات التبشير وغير ذلك. أما الاختيار الثالث، وهو إتلاف تلك الأموال، فلا يقول به عاقل، لأن المال نعمة من الله سبحانه وتعالى، حيث سمى المال المتروك للورثة خير، وهو ليس بنجس بنفسه، وإنما يخبص المال إذا اكتسبه الإنسان بطريق حرام، فإتلافه إذن إهدار لنعمة الله عز وجل. فإذا بطلت الاختيارات الثلاثة، بقي الاختيار الرابع، وهو أخذ المال الربوي وتوزيعه على الفقراء والمساكين وجهات الخير الأخرى. وهذا شأن كل مال حرام يحوزه المسلم، يجب عليه صرفه على أعمال الخير، وقد اخترنا ذلك للخبر والأثر والقياس. أما الخبر فما رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني والبيهقي بسند صحيح، قال: أخبرنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما رجعنا لقينا داعي امرأة من قريش، فقال: يا رسول الله، إن فلانة تدعوك ومن معك إلى طعام، فانصرف فانصرفنا معه، فجلسنا مجالس الغلمان من آبائهم بين أيديهم، ثم جيء بالطعام، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ووضع القوم أيديهم، ففطن له القوم، وهو يلوك لقمته لا يجيزها، فرفعوا أيديهم، وغفلوا عنا، ثم ذكروا فأخذوا بأيدينا، فجعل الرجل يضرب اللقمة بيده حتى تسقط، ثم أمسكوا بأيدينا ينظرون ما يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلفظها فألقاها، فقال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها،
فقامت المرأة فقالت: يا رسول الله، إنه كان في نفسي أن أجمعك ومن معك على طعام، فأرسلت إلى البقيع فلم أجد شاة تباع، وكان عامر بن أبي وقاص ابتاع شاة أمس من البقيع، فأرسلت إليه أن ابتغي لي شاة في البقيع فلم توجد، فذكر لي أنك اشتريت شاة فأرسل بها إلي، فلم يجده الرسول ووجد أهله فدفعوها إلى رسولي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموها الأسارى. وأما الأثر فما رواه البيهقي في سننه الكبرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه اشترى جارية فذهب صاحبها فتصدق بثمنها وقال: اللهم عن صاحبها، فإن كره فلي وعلي الغرم. وما رواه سعيد بن منصور في سننه عن حوشب بن سيف قال: غزا الناس الروم وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فغل رجل 100 دينار، فلما قسمت الغنيمة وتفرق الناس ندما، فأتى عبد الرحمن بن خالد فقال: قد غللت 100 دينار فاقبضها. قال: قد تفرق الناس فلن أقبضها منك حتى توافي الله بها يوم القيامة. فأتى معاوية بن أبي سفيان فذكر ذلك له فقال له مثل ذلك، فخرج وهو يبكي، فمر بعبد الله بن الشاعر فقال: ما يبكيك؟ فقال: غللت 100 دينار. فأخبره فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. أمطيع أنت يا عبد الله؟ قال: نعم. قال: فانطلق إلى معاوية فقل له: خذ مني 5 فأعطه 20 دينارا، وانظر إلى 80 الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش، فإن الله عز وجل يعلم أسماءهم ومكانهم، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. وكذلك ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن الحسن رضي الله عنه في الرجل يصيب الغنيمة فيتفرق الجيش، قال: يتصدق به عن ذلك الجيش. وقد ذهب أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وجماعة من الورعين إلى ذلك. وأما القياس فهو أن يقال إن هذا المال مردد بين أن يضيع وبين أن يصرف إلى خير، إذ قد وقع اليأس من تحصيل مالكه، وبالضرورة يعلم أن صرفه إلى خير أولى من إلقائه في البحر، فإنا إن رميناه في البحر فقد فوتناه على أنفسنا وعلى المالك ولم تحصل منه فائدة، وإذا رميناه في يد فقير يدعو لمالكه حصل للمالك بركة دعائه، وحصل للفقير سد حاجته وحصول الأجر للمالك بغير اختياره في التصدق لا ينبغي أن ينكره منكر، فقد ثبت ذلك بما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. وما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وبهذا يظهر لنا أن المصرف الوحيد لهذه الأموال أو الفوائد الربوية التي يجب التخلص منها إنما يكون بإنفاقها في مصالح المسلمين عامة، كدور الأيتام وحفر الآبار وصرفها إلى الفقراء والمساكين بنية التخلص منها وليس بنية التصدق، إذ لا يتصدق الإنسان إلا بما هو ملك له وهي ليست ملكا له، ولأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. على خير نترككم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.